السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا حارت عليكم وصفتين هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين منطقه الارتاب والمؤخره. كل البنات وكل السيدات دايما بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يهتموا بمنطقه الارداف والمؤخره زي بالظبط ما بيهتموا بمنطقه الصدر، لان برضه منطقه الارداف والمؤخره بيعتبروا رمز من رموز الانوثه زي منطقه الصدر بالظبط. وكمان برضه بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يلاقوا او يكتشفوا او يبحثوا عن اكتر الوصفات، او ان شاء الله يكون حتى وصفه واحده او وصفتين يساعدوا ويساهموا بجانب التمارين وبجانب المشاريب اللي موجودة على قناتي على تكبير وتسمين منطقة الأرداف والمؤخرة، بحيث ان هم يوصلوا للنتيجة اللي هم عايزينها يعني بشكل أسرع أو في وقت قصير جدا. وإن شاء الله بإذن الله في فيديو النهاردة أنا هعرض عليكم وصفتين كبارين جدا وهيساعدوا كل البنات وكل السيدات على ان هم يوصلوا للهدف بتاعهم. فانا برضو ان شاء الله مش عايزكم تقلقوا من اي حاجه خالص، لان مشكلتكم هتتحل واعتبرها كمان انها اتحلت، لان برضو ان شاء الله في فيديو النهارده هعرض عليكم وصفتين ملهمش تالت. فالوصفتين دول انا مش ببالغ فيهم، بس في بنات وسيدات اعرفهم شخصيا بسبب الوصفتين دول قدروا ان هم يوصلوا للحجم اللي هم عايزينه في منطقه الارداف والمؤخره بجانب التمارين طبعا اللي موجوده على قناتي. ودلوقتي هنعرف مع بعض ايه هم الوصفتين دول، يلا بينا. من قبل ما اقول لكم على الوصفه الاولى، او كمان من قبل ما اقول لكم على الوصفتين، انا عايزكم تجيبوا ورق وقلم علشان تكتبوا كل حاجه انا بقولها، او كمان لو حبيتوا انكم تعيدوا الفيديو من اول تاني برده مفيش اي مشكله. وكمان برضو عايزكم تركزوا معايا تسمعوني كويس وتنفسوا كلامي بالحرف الواحد، حلو قوي. دلوقتي بقى ركزوا معايا علشان هقول لكم على المكونات تبع الوصفه الاولى، حلو قوي. مبدئيا كده هتجيبوا طبق صغير ويكون خويط عشان خاطر يعني المكونات ما تقعش بره. وبعد كده هتحطوا بقى جوه الطبق هتجيبوا كوبايه ميه صغيره بالحجم ده، بالاضافه على كوبايه الميه او بالاضافه يعني على الميه المحطوطه جوه الطبق معلقتين كبار من الحلبه المطحونه، بالاضافه كمان الى معلقتين كبار من خميره البيره، بالاضافه كمان الى معلقتين صغيرين من زيت الحلبه، بالاضافه كمان الى الحاجه الاخيره معلقتين صغيرين من ميه الورد. طبعا المكونات دول مع بعض في الطبق هتقلبهم بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه. وبرده من قبل ما تستخدموا الوصفه دي على منطقه الارداف ومنطقه المؤخره لازم تغسلوا المنطقه دي كويس جدا، يا اما بميه سخنه او بميه فتره عشان خاطر تفتحوا المسامات اللي بتبقى موجوده في منطقه الارداف في منطقه المؤخره، وبالتالي الوصفه اللي انتوا هتحطوها تبدا تدخل تحت الجلد عن طريق المسامات اللي موجوده ورا، حلو قوي. وبعد كده بعد ما تغسلوها لازم تنشفوها كويس جدا، ما يبقاش في نقطه ميه عشان خاطر الوصفه دي تبدا تعمل المفعول بتاعها، حلو قوي. فانتوا بقى هتاخدوا حبه في الايد اليمين وحبه في الايد الشمال، يعني كميه هنا وكميه هنا، هتدهنوا بيها منطقه الارداف والمؤخره بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه مع شويه ضغط وخبط خفاف جدا عشان خاطر تحفزوا الدوره الدمويه اللي موجوده في منطقه الارداف والمؤخره، وبالتالي المنطقه دي تبدا تشرب او تمتص المكونات تبع الوصفه الاولى بشكل كبير جدا. وبعد كده بقى بعد ما ندهن بشكل دائري لمده 5 دقائق او 10 دقائق في الناحيتين، هتسيبوا الوصفه دي على منطقه الارداف والمؤخره مثلا لمده ساعه ساعتين ثلاثه. ولو حبيتوا انكم يعني تناموا وتصحوا تاني يوم تغسلوها مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه يعني تلفوها يا اما بكيس بلاستيك او كيس نايلون او اي حته قماشه عندكم، وبعدين تلبسوا هدومكم عادي خالص مفيش اي مشكله. وبرده انا مش عايزكم تقلقوا من ريحه الحلبه، علشان ميه الورد بتضيع ريحه الحلبه تماما. وبرده انصحكم ان انتوا بعد ما تسيبوا الوصفه دي اي وقت انتوا عايزينه برضو هتغسلوا المنطقه دي يا اما بميه سخنه او بميه فتره، يعني ما بين الميه السخنه والميه البارده، وانصحكم انكم تعملوا الوصفه دي مره واحده في اليوم وكل يوم. وبعد ما قلت لكم على الوصفه الاولى دلوقتي هقول لكم وحارت عليكم الوصفه الثانيه،
برضو ركزوا معايا واسمعوني كويس ونفذوا كلامي بالحرف الواحد. حلو قوي. برضو هتجيبوا طبق صغير بالحجم ده يكون خويط او عميق، وتحطوا بقى جوه الطبق معلقتين كبار من زيت الحلبه، بالاضافه كمان الى معلقتين كبار من زيت الزيتون. طبعا المكونين دول مع بعض في الطبق بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه. وبرضو زي ما قلت لكم في الوصفه الاولى هتعمله في الوصفه الثانيه، يعني من قبل ما تستخدموا الوصفه دي لازم تغسلوا منطقه الارداف يا اما بميه سخنه او بميه فاتره، وتعملوا بالظبط نفس الخطوات اللي انا قلتها في الوصفه الاولى. حلو قوي. وبعد كده هتاخدوا كميه من مجموعه السيوط دي في الايد اليمين وفي الايد الشمال، مع شويه تتليج دائري او بشكل عقارب الساعه، مع شويه ضغط وخبط خفاف زي ما قلت لكم عشان تحفزوا الدوره الدمويه. وبعد كده هتبتدوا بقى تسيبوا الوصفه دي على منطقه الارداف والمؤخره لمده ساعه ساعتين ثلاثه اربعه خمسه زي ما تحبوا. ولو حبيتوا انكم تناموا وتصحوا تاني يوم ان شاء الله على خير وتغسلوها بميه سخنه او بميه فاتره، مفيش اي مشكله خالص. وكل ما كان الوقت اطول كل ما كانت النتيجه احسن وافضل بكتير جدا. وانصحكم انكم تعملوا الوصفه دي مره واحده في اليوم وكل يوم. وبعد ما قلت لكم على احسن وافضل واقوى وصفتين هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على تسمين وتكبير منطقه الارداف والمؤخره عند كل البنات وكل السيدات، عايز اقول لكم ان انتم ان شاء الله باذن الله لو نفذتوا كلامي بالحرف الواحد انا بوعدكم وبتمنى لكم ان انتم في خلال 10 ايام او 15 يوم او 30 يوم هتبتدوا تلاقوا نتيجه متخيله بنسبه 180 درجه، وهتلاقوا نفسكم وصلتوا للحجم المناسب. طيب حلو. دلوقتي بقى انا قلت لكم على وصفتين، انتوا هتختاروا وصفه واحده بس من الوصفتين اللي انا قلت لكم عليهم وتستمروا عليها لحد ما توصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها. طيب ولا نفترض ان انتوا عايزين تجربوا الوصفه الثانيه، اهم حاجه يكون فات على الوصفه الاولى من استخدامها يعني 10 ايام او 15 يوم او 30 يوم، وبعد كده هتقدروا تستخدموا الوصفه الثانيه تبتلوا بينهم يعني. وكمان برضو لو حبيتوا انكم تفضلوا مستمرين على وصفه واحده بس لحتى ما توصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها برضو مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لكم انتم. حلو قوي. واهم حاجه ان انتم يعني يبقى عندكم صبر، بالكم يبقى طويل جدا، لان الحاجه يعني عشان توصل صح او تطلع بشكل مظبوط في شيب كويس او يبقى في بالانس ما بين الناحيتين لازم يكون صبركم طويل وعندكم بال طويل جدا، لان اللي بيطلع سلمه سلمه بيوصل للنتيجه اللي هو عايزها بشكل احسن وافضل بكتير جدا. انما لو طلعتوا السلمه كده مره واحده عمركم ما توصلوا لنتيجه مرضيه وهتبقوا متضايقين كمان. طيب دلوقتي ولا نفترض ان انتوا وصلتوا للحجم المناسب اللي انتوا عايزينه وحبيتوا انكم تبطلوا الوصفه دي، انا بنصحكم ان انتوا ما ينفعش تبطلوا الوصفه دي الا بعد مرور وقت طويل جدا. طيب ولا نفترض يا كابتن دلوقتي انا وصلت للحجم اللي انا عايزاه اعمل ايه؟ انا هقول لكم دلوقتي مثلا خلاص مثلا بعد شهر شهرين ثلاثه، لان الموضوع يعني ايه بيختلف من جسم لجسم او من مؤخره لمؤخره ثانيه. تمام. المهم يعني دلوقتي انا يعني ايه وصلت النتيجه اللي انا عايزاها يا كابتن، طيب استمر ولا اوقف؟ لا انا هقول لك استمري. ليه؟ علشان انت لو وقفتي او انتوا لو وقفتوا يعني منطقه الارداف هتبدا تقل حجمها مع الوقت، فانا انصحكم انكم برضو بعد ما توصلوا للهدف بتاعكم تفضلوا مستمرين على الوصفه اللي انتم متعودين عليها مثلا مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع، وهتعملوا برضو مره واحده في اليوم عشان خاطر تحافظوا على النتيجه اللي انتم عملتوها وكل اللي انتم عملتوه ما يروحش على الفاضي. وطبعا لو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه علقوا كومنت تحت وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي فانا بجد بشكركم من قلبي من قلبي على صبركم ودعمكم ليا. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا، سامحنا بتاعتكم دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارجع لي في كومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم في اقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصل لكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضه في نفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.